بداية الاسم والصفة؟ طبعا الاسم منير رمضان فراس السردمان، الصفة مدير مدرسة مدرسة ثورة التحدي للتعليم الأساسي. والله اليوم بإذن الله، أو في البداية نحب نشكر قناة التناصح لاستضافتها وأعطانا الفرصة حتى نوضحوا كيف سارت العملية التعليمية، واليوم الختامي للامتحانات النقل من الصف السادس للصف الثامن. فالامتحانات مشت بصورة صحيحة، لم نلاحظ عملية غش. طبعا الطالب، الأسئلة هذه جت في صالح الطالب. الامتحانات مشت بالطريقة السلسة والحمد لله تيسرت الأمور. والله هي في الظروف هذه الحقيقة أن هي أسئلة لازمة كويسة ومش كويسة في نفس الوقت، كويسة في حالة أنها تمت مراجعتها أن فيها بعض الأخطاء، واحد كويس نقوله للطالب. عملية تلقين وحفظ تعتبر كويسة في الأوقات هي اللي في اللي تشوفها أنت تضي يهرب الأزمة اللي صايرة، يعني ما فيش استقرار، فنشوفوا فيها في صالح الطالب أنه هو درس هدية والمنهج في اللي أنتم لاحظتوا أنه خشت الأزمة هدية في امتحانات الفصل الثاني، فما عرفناش حتى كيف نعطوا للطالب أن الفرصة أن نقروه، فصارت أن الناس نزحت والمشاكل يعني حدت في هي اللي منعتنا. هي الصعوبات في الامدادات اللي موجودة، ما عندناش احنا الدعم اللي هو في الأوراق في الطباعة في التصوير، يعني هذه حاجات تنقص بمجهودات من أعضاء التدريس وإدارة المدرسة، بارك الله فيهم وأولياء الأمور، نشكرهم على المساعدات اللي قدموا فيها لنا احنا باش نسيروا العملية التعليمية بأحسن وجه. شكرا لله.